قبل ما استعرض الجوابات نروح بقى لكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ونعرف منه الموضوع بشكل اكبر. تحياتي لك يا كابتن خالد. اهلا بيك كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام. ايه اللي حصل في مباراه الاهلي والزمالك واللي وصل لكم والاستعدادات اللي كنتوا بتستعدوها، وايه دلوقتي الاخبار؟ هل انتوا لسه ما زلتوا في الاستعداد؟ اللعيبه ريحت؟ والله يا كابتن اسامه بص، وانا يعني الجوابات عماله تجيلي من اتحاد الكوره، انا بصراحه يعني مش قادر افسرها ومش قادر افهم ليه السبب. يعني حتى لما يعني حتى الناس المفروض ان هو لما يبعت لك جواب هيأجل هيلغي هيعمل اي حاجه يقول لك سبب، احنا مش عارفين السبب ايه. يعني انا مش عارف السبب ايه اصلا باللي حصل ده. يعني المباراه قبل كده كانت ليها ميعاد وتأجل، واصلا الميعاد اللي اتأجل الاول ما كانش فيه تاريخ برضه للمباراه. قعدنا مستنيين شهر لغايه ما بعت لنا جواب بالمباراه، احنا كنا الاول مش عارفين في ماتش ولا مفيش ماتش. وبعدين جالنا الجواب زي ما انت قلت يوم 16 ان في ماتش خلاص يوم 26. يوم 16/5 اتبعت لكم الجواب ان المباراه 26، قبلها ب 10 ايام. 26. فطبعا احنا خلاص بقى في ماتش واستعدينا وجهزنا وخلاص. انت عارف انت مباراه زي كده فاصله بتبقى قاعد انت يعني جاهز نفسك وجاهز شغلك وبترتب مع الولاد ويعني بيبقى ليها تجهيزات. انت مباراه اهلي وزمالك ومباراه فاصله على بطوله وفريق الشباب، فطبعا يعني بيبقى ليها تجهيزات خاصه يعني. تمام. فاحنا قاعدين في الملعب لقيت الجواب جاي لي امبارح بيقول لك لا خلاص مفيش ماتش. طب ايه السبب؟ لا عايز يرد عليك، مفيش سبب في الجواب، مفيش اي حاجه. انت شفت الجواب اللي عندك، هنعرضه دلوقتي. يعني كلمتين وبس. يعني لا هو اصلا محدد لك هو اتغلي ولا طب في ماتش ولا مفيش ماتش. طب هو يعني انت طب احنا دلوقتي انا مش عارف. انا بصراحه يعني المره الاولانيه لما جالي الجواب ان الماتش اتاجل من غير ميعاد، يعني قدرت اتصرف. انت خلي بالك برضو انت كل حاجه بتجي لك، كل جواب لازم انت تبقى عارفه، كل جواب بيجي لك بيبقى ليه ترتيبات. طبعا احنا عندنا لعيبه من بره القاهره بيرجع تاني بيبقوا موجودين بشقق وترتيبات فنيه كمان مع المدير الفني هيشتغل ازاي مع فرقته. طبعا الفتره الاولانيه دي كلها احنا مش عارفين احنا اصلا في ماتش ولا مفيش ماتش. انما كنت شغال على انت شغال كل ثلاث ايام تدي يوم اجازه، يعني مش شغال ببرنامج ان انت محافظ على الولاد بس برضه مش مزهقهم يعني. تمام. منطقه القاهره يا كابتن خالد هي اللي كانت مسؤوله عن تنظيم المباراه. منطقه القاهره بعتت لكم كمان انك تبعت ال 25 فرد اللي هيحضروا المباراه، صح؟ حصل الكلام ده؟ لا حاجه. لا وحصل. وبعتوا ال 25 واحد اللي يحضروا المباراه. بعتنا ال 25 واحد اللي يحضروا المباراه، وكمان كان في اجتماع الامني اللي هو انت عارف اي مباراه اهلي وزمالك وفي اجتماع امني قبلها. الترتيبات ايه ماشيه ازاي وهتتحرك الساعه كام الباص بتاع النادي وهتتحرك منين كل حاجه وكل حاجه ترتبت يعني. بس انا فوجئت بقى بالجواب ده اللي هو كلمتين وبس. طب الوضع ايه اللي خلال الفتره الجايه يا كابتن خالد؟ اللعيبه انا ما اعرفش يعني. انت مش عايز اقول لك طبعا انا النهارده اول حاجه انا بصراحه امبارح لما جالي الجواب مش عارف ابلغ المدير الفني بصراحه ولا المدير الفني الاجنبي. الراجل المستمع الاجنبي هو مستغرب طبعا، هو بيقول لي مفيش كده. يعني قال لي انا ما شفتش الكلام ده، يعني الماتشات بتتلغي من غير سبب ومن غير ما تتحدد لها ميعاد ومن غير ما تقول اصلا هتتعب ولا مش هتتعب تاني. فطبعا الموضوع هو بالنسبه له هو مش مصدق الكلام ده. انا بقعد اشرح له يعني بقعد يعني اقول له ما طبيعي بيحصل، انما هو طبعا هو مش مصدق. طبعا انا دلوقتي كمان انا فعلا مش عارف ابلغ الناس اقول لهم ايه. يعني اللعيبه النهارده جايه بيكلمني تقول لي يا كابتن طب هنعمل ايه؟ يعني هنروح فين؟ هنتمرن؟ طب هنقعد في البيت؟ طب هتلعب ماتش ولا لا؟ فانت برضو انا مش عارف ارد على حد. مش عارف اقول لهم حاجه مش عارف. يعني مش عارف. انا بجد حتى كابتن عمرو النهارده بيكلمني يقول لي طب يعني هنعمل ايه؟ رايحين فين؟ البرنامج يعني هحط برنامج على اساس على يا كابتن خالد دلوقتي كان جالكوا برضو من ضمن الخطابات الموجهه قبل المباراه برضو قبل المباراه بحوالي اربع ايام ان ايقاف الكابتن عمرو انور والايقاف بتاعه ساري ومدرب حراس الكلام ده كله كان واضح في الخطابات اللي بعتها اتحاد الكوره. طبعا يعني احنا طبعا الجواب كان واضح ان الايقاف ساري بتاع كابتن عمرو ده نادي الموسم بالغرامه
واللعيبه اللي كانت موقوفه ابتعت لي نص الخطا نص الجواب ان انا اللعيبه دي ما ينفعش تشارك الا لما تخلص الايقاف بتاعها في مسابقتها. كلام واضح يعني، كلام ما فيهوش يعني ما فيهوش كلام تاني بعد كلام واضح جدا. خلاص احنا جاهزين نلعب ماتش. هو من الواضح ان في تخبط طبعا، مفيش يعني. طب في حاجه ثانيه يا كابتن خالد، يعني دايما عشان تخطط صح بيكون في رؤيه حوالي 3 4 سنين في مسابقات الناشئين. هل انت النهارده كرئيس قطاع الناشئين عارف السنه الجايه تلعب مسابقات ايه ولا ما تعرفش؟ الو كابتن خالد، كابتن خالد، كابتن خالد معانا على التليفون يا شباب ولا فصل؟ طيب يعني كابتن خالد بيبو يعني وضح الرؤيه، اللعيبه كانت مستعده قبل المباراه ب 48 ساعه، الغاء المباراه بدون اي اسباب. عايز استعرض مع حضراتكم الخطاب الثاني برضو، احنا استعرضنا الخطاب الاول ان الاتحاد المصري لكره القدم يوم 16/5 قال للنادي الاهلي والزمالك في مباراه يوم 26 في ملعب السكه الساعه 4 بلوائح المباراه. الخطاب الثاني جاي من منطقه القاهره للمدير التنفيذي للاهلي والزمالك. النهاردة يسعدني أن أهدي سيادتكم أرق تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرع القاهرة لكرة القدم وتحياتي الشخصية، بالإشارة إلى الموضوع عليه وبناء على تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 16/5/2021 التي أسندت مسؤولية التنظيم إلى فرع القاهرة لكرة القدم وتطبيقا للإجراءات التنفيذية، نرجو موافتنا بكشف أسماء 25 فرد المسموح لهم بدخول المباراة من كل نادي، وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين 24/5 قبل المباراة بيومين. النهاردة منطقة القاهرة عملت شغلها يعني مظبوط وبعتت للأهلي والزمالك علشان تشوف عدد حضور المباراة 25. طيب نروح مرة تانية للكابتن خالد بيبو. يا كابتن خالد، يا كابتن سامي، النهاردة علشان علشان تقدر تنظم أو تقدر يعني مستقبل الكورة تقدر تخطط لثلاث أربع سنين قدام، هل النهارده انت وحضرتك مسؤول عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تعرف المسابقات اللي هتلعبها او هتقدر تشتغل عليها للسنه الجايه؟ هيكون عندك مواليد 99، هل عندك مواليد 2001، عندك مواليد 2000؟ جالك خطاب بالكلام ده ولا لسه الدنيا احنا شغالين بس السنه دي يعني بنحاول نلملم اوراقنا؟ والله يا كابتن سامي لغايه دلوقتي انت عارف احنا في النادي الاهلي بنشتغل بره الرسمي، انما قالوا وعلى الموقع الرسمي بتاع الاتحاد والكلام ده كله انا ما نقدرش ناخد دي او نحط عليه طبعا اساس شغلنا. انا لغايه دلوقتي لغايه اللحظه دي اصلا كان انا لغايه دلوقتي مش عارف العب ماتش 96 ولا لا، اعرف العب ايه السنه الجايه عشان ما اعرف العب 96 ولا لا يعني. عندك حق والله. يعني ماتش بقاله شهر ونص مش عارف العبه. فده طبعا بالنسبه لي الموضوع يعني موضوع صعب، انما انت لو سؤالك انا لغايه دلوقتي ما جاليش اي حاجه رسمي تقول السنه الجايه هلعب ايه او هلعب ايه المنطقه وايه الجمهوريه وايه يعني انا مش عارف الدنيا لغايه دلوقتي لسه ما عنديش اي بيان واضح للموسم الجاي من تخطيط من الاتحاد المصري لكره القدم عشان ما ابقاش كذاب يعني. طيب هل دلوقتي النهارده قطاع الناشئين النادي الاهلي ممكن يبعت خطاب لاتحاد الكوره يقول له بلغني النهارده بموعد المباراه اذا كانت هتتلعب ولا لا؟ والله بص، ولا ده لسه كله الملف كله طبعا موجود في النادي وبيدرس كويس قوي، واحنا انت عارف احنا بنرد مؤسسه يعني انا ما اقدرش اتكلم في حاجه الا لما يعني القرار يطلع لي وان انا اتكلم فيه يعني، انما لغايه دلوقتي انا ما عنديش اي بلان واضح حتى للرد على الخطاب اللي جه من الاتحاد يعني. واحنا بنقول لكم يا كابتن خالد ربنا يكون في عونكم في الوضع الحالي يعني الشكل الكارثي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي في الكوره في مصر وعدم تنظيم وتفصيل لوائح، فاحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وربنا يوفقك خلال الفترة القادمة.